اهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس VMware Power CLI. دي الحلقة رقم 8، والحقيقة ان انا عملت تعديل هنا وزودت حلقتين ثلاثة علشان في نقط شفت ان المطلوب طبعا ان هي تتغطى في الكورس ده، تمام؟ فبس يعني حبيت انوه لان عدد الحلقات زاد. اوكي، الحلقة دي ان شاء الله هنشوف السيلكتيف كويري باستخدام الوير اوبجكت. خلونا نروح لللاب ونشوف ممكن نستخدمها ازاي. دايما نفتكر طبعا قبل ما تبدأ شغلك انك تعمل كونكت على الفي سنتر الصحيح، تمام؟ في سنتر credentials. تمام، اوكي. لو قررنا نقول get vm نتأكد ان الدنيا تمام. طيب اوكي، احنا هنستخدم where object علشان نقدر نحصل على نتيجة معينة احنا عايزينها. يعني احنا دلوقتي عملنا get vm طلعت لنا نتيجة اللي احنا شايفينها فوق دي، وبيجيب كل ال virtual machines. طيب افرض انا عايز اعمل filtering على ال vms بطريقة معينة، عايز اعمل filtering على vms باسم معين، عايز اعمل filtering على على power state معينة، تمام؟ فاحنا هنستخدم where object، هنشوف ايه الاوبريتورز اللي معاها، واستخدامها سهل وبسيط جدا. انا عايز مثلا اعمل filtering للفي امز بالباور اوف، انا عايز اشوف الباور اوف في امز بس، تمام؟ مش عايز اشوف كله على بعضه. فجيت في ام زي ما احنا، وبعدين بايبلاين عشان ناخد الاوتبوت اللي هيجي من جيت في ام ونعمله filtering ونطلع منه فقط الباور اوف في امز. فهنعمل ايه؟ هنكتب where object، وبعدين نفتح كيرلي بريس زي ده، تمام؟ وبعدين دولار ساين اندرسكور، دولار ساين اندرسكور مع بعض كده هي بتعود على ال في ام. يعني دولار ساين اندرسكور هنا كده مع بعضها المقصود بيها الفاريبل اللي هو الفيرتشوال ماشين اللي بيجي ك اوتبوت من الجزء الاول من الكوماند قبل البايب لاين، تمام؟ فيبقى دولار ساين اندرسكور، وبعدين احنا محتاجين بروبرتي من جوه الفيرتشوال ماشين نفسها. ايه هي البروبرتي اللي انا هعمل فلترنج عليها؟ عايز اعمل فلترنج بالباور ستيت. لو شفنا هنا اسمه باور ستيت، سهل جدا بيبان من فوق، يعني سهل على نفسك وخده من هيدر التيبل، تمام؟ باور ستيت. طبعا الباور شيل ما هوش كيس سنسيتيف، يعني الحروف لو كتبتها كابيتال لو كتبتها سمول مش هتفرق في حاجه، هي بس مكتوبه كده اول حرف من كل كلمه كابيتال بس، يعني الفورمات الشكل يعني طبعا كده كده في القراءه اسهل، يعني ان يكون اول حرف كابيتال من كل كلمه عشان تبقى قادر تميز بدايات الكلمات خلاص، لكن لو كتبتها سمول كتبتها كابيتال مش هتفرق في حاجه. طيب انا محتاج بروبرتي من الفيرتشوال ماشين، فبعد الدولار ساين اندرسكور دوت، وبعد الدوت هنكتب اسم البروبرتي. خليني اجرب حاجه هنا. تمام، شوفوا برضو هنا انا لو جربت كنترول وسبيس هيطلع لي اللوك اب، هيطلع لي ايه البروبرتيز اللي اقدر اختار منها. فنكتب باور ستيت، باور ستيت هو بيكملها، ونضغط على انتر بيكملها للاخر. طيب ايه الكونديشن بقى اللي عندي؟ طبعا احنا في عندنا مجموعه من الاوبريتورز، خلينا اوريها لكم هنا الاول. الاوبريتورز دي رياضيه زي ايكوال نوت ايكوال، اوكي؟ فهي داش اي كيو يعني ايكوال، داش نوت اي كيو يعني نوت ايكوال، داش لايك شرحة نفسها، وداش نوت لايك.
اوكي ايكوال ونوت ايكوال اللي هيعمل ماتشنج للكيس اللي احنا هنكتبها هنا بالظبط. هنشوف بس بالظبط ده معناه ايه يعني. لايك ونوت لايك ممكن ياخد جزء من التكست اللي بنكتبه، يعني مش بالضروره ان انا اكتب الحاله كلها. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هنا هاجي اقول، خليني الاول بس اعمل فلترنج وبعدين افهم حضراتكم انا اقصد ايه. داش اي كيو والكيس انا عايز ادور وير ان الكونديشن دي موجوده متحققه. خلاص الباور ستيت ايكوال باور اوف، انا هاخدها زي ما هي كده واعمل لها بيست هنا. اوكي واقفل الكود وبعدين ما ننساش نقفل القوس. تمام، وطبعا هو القوس ده اللي مستخدم. اوكي طيب نضغط انتر ونشوف الريزلت. جميل جدا، فنلاحظ يا شباب ان الريزلت اللي طلعت لي هنا هي الباورد اوف في امز فقط. اوكي باستخدام الايكوال. طيب لو انا عدلت فيها شويه، لو قلت له نوت ايكوال، نوت ايكوال ما تساويش حاله الفي ام، الباور ستيت للفي ام ما لا تساوي باورد اوف، يعني العكس انها تساوي اي حاله تانية، باورد اون، سسبندد. اوكي نضغط انتر. انا غالبا كاتب بس حاجه زياده، هي غالبا ان اي كيو على طول من غير نوت. لا خلينا نروح لجوجل لان انا ناسيها. كويس نقول له باور سي ال اي وير اوبجكت نوت ايكوال ونشوف هيطلع ايه. اوكي وير اوبجكت هي طبعا مايكروسوفت دوكس طبعا، لان هي الوير اوبجكت دي اصلا يعني ده كوماند من الباور شيل عامه، ما هوش باور سي ال اي تحديدا يعني. خلاص بس خلينا نشوف هنا الاوبريتورز بقى اللي نقدر نستخدمها. اي كيو تمام، خلينا نشوف بس الاوبريتورز فين. هنا الاوبريتورز وير اوبجكت، محتاج اشوف الاوبريتورز واللي بيكررهم ولا انا بيتهيألي. اوبجكت سترينج محتاج ادور على اوبريتورز. خلاص فهنلاقي مثلا ادي اي كيو اللي احنا جربناها. اوكي about comparison operation operators، نشوف ال comparison operators. اوكي فهنلاقي اي كيو ان اي عفوا ان اي. طيب تمام كويس برضو ايه جوجل بيساعد، وفي طبعا operators تانية هنا اهو greater than. اوكي في greater than كمان، فطبعا برضو دي operators ممكن تستفيدوا منها. دي تحت مايكروسوفت دوكيومنتيشن، فيبقى انا اصحح بس انا كتبتها هنا دي. الحقيقه انا ما بحفظهمش طبعا كلهم يعني، اصلا يعني صعب جدا انك تحفظ كل ده، بس على الاقل ما هو هنا بقى دي شطاره في استخدام الباور شيل وباور سي ال اي، ان انت على الاقل بس فاهم انت عايز ايه، لما تدور عليها هتلاقيها فهي ان اي. اوكي نروح لها هنا اهي. تمام ننظف كده المنظر ده، نيجي نقول هنا ان اي. تمام طلع لي هنا الفي امز اللي الحاله بتاعتها الباور ستيت بتاعتها لا تساوي باور اوف. جميل طيب خلينا نستخدم بقى اوبريتورز ثانيه. انا محتاج اطلع الباور ستيت بس انا مش محتاج اكتب كلمه باور اوف كلها، مش فاكر السبيلنج مثلا. اوكي اوكي فهاجي هنا اقول لايك لو عملت انتر هتطلع نتيجة، لكن ممكن اغير في التكست. اوكي ممكن اخلي اوف بس كده، المفروض ان انا احط قبلها استرسك هنا كده، بس خلينا من غير استرسك نشوف ايه اللي هيحصل. اوف ما طلعش حاجة. ليه ما طلعش حاجة؟ لان هو بيعمل ماتشنج لكل الكيس دي. طيب احنا هنحط هنا استرسك قبلها. اوكي وانتر كده طلع الباور اوف. النوت لايك نفس القصه، نوت لايك اهي نوت لايك طلعت هنا الباورد اون فيرتشوال ماشينز.
طيب انا لو عايز اطلع الفيرتشوال ماشينز اللي اول حروف فيها كيوب زي ما هو مكتوب هنا كده مثلا، فممكن نيجي نقول هنا طبعا هنعمل تغيير، انا محتاج ادور على الفيرتشوال ماشين نيم، صح؟ محتاج ادور في اسم الفيرتشوال ماشين، اسم الفيرتشوال ماشين اللي لايك ايه، لايك كيوب، واسترسك عشان انا مش عارف باقي الحروف بعد كده، وانتر. فطلع لي الفي امز اللي بتبدأ بكلمة كيوب. طبعا هو في طريقة بالنسبة للنيم مثلا، في طريقة ابسط من ان انا استخدم الوير، لكن انا بوري لك ازاي تستخدم الوير خلاص. يعني عشان تطلع باور ستيت مثلا لازم تستخدم الطريقة دي، الكومبينيشن نيم. طيب لو انا عايز اعمل فلترنج بالنسبة للنيم بطريقة اسهل شوية من كده، في طريقة اسهل، في طريقة اسهل يعني ممكن تكون جيت في ام خلاص نيم، وبعدين هكتب برضو كيوب واسترسك ونشوف كده الريزلت اللي تطلع. خليني احط هنا quotes، لا ما ظبطتش، لا بس هي ما ظبطتش لان انا غلطان هنا في حاجه في الكوماند اصلا. بص انا بدور على في ان مش في ام، اهو طلعت اهي كده، غلطتي بس في السبيلينج. فجيت في ام والنيم، مش بالضروره انك تحط داش نيم، بس يعني ده علشان تحدد له البارامتر بالظبط يعني خلاص. وده دي الستيت تمام، وبكده احنا يعني اخدنا فكره عن استخدام الوير اوبجكت في الفلترنج. وطبعا بعد ما تطلع ريزلت زي مثلا دي كده يعني، طبعا تقدر تعمل لها اكسبورت للسي اس في زي ما اتعلمنا في فيديو قبل كده عن الاكسبورت للسي اس في فايل تمام. وبكده احنا خلصنا الوير اوبجكت، ونشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله، وشكرا، سلام عليكم.